مرحبا بكم الناس الكل بحذانا في الكوجينا، البرنامج اللي يدللكم باللي غسات لي غسات الزمنيين مع الشيف مفيدة اللي كل مرة تعطينا حاجة بنينة وزمنية وتونسية تشرح كما تقول هي. ومعنا زادة كيف الشيف أمين، الشيف أمين اللي هو في الباتيسري من أحسن لي جون شيف تونيزيان، كان مش أحسن شيف باتيسي تونيزيان جون. دونك يعطيك الصحة أمين ومرحبا بك بحذانا. قبل ما نشوفوا معاك الغوسات نتاع اليوم، ديما دي غوسات سهلين بيان سور، باش نجيب حذاك مفيدة. اش نحوالك؟ والله لاباس منك، اش نحوالك انت؟ صباح الحمد لله في فورما اليوم. اون فا تخي تخي بيان. اكزاكتو. يا ربي ليك الحمد. الحمد لله يا ربي. الله. احكي لي. اليوم باش نعملوا شمنكة. اش منكة؟ فكرت مماتي وامي وجماعة الكل، قلت علاش ما نعملهمش شمنكة اليوم؟ هاي؟ شمنكة. هي كرشة. جميع تعرف تنظف الكرشة ولا ليه؟ أبشتاتي نتوى الأستوس باش ننظف. ثم زوز أي. دو ميثود تاع تنظيف الشمنكة. الكرشة الكرشة باردون أي كرشة. أما بالجير تاخذوا الكرشة تغسلوها بالكدي بالكدي، تحطوا لها الجير، ترقدوها شوية 10 مينوت 15 مينوت. معناها اش معناتها؟ اسمعني راني باش نبدا معاك، خاطر انا الكرشة نحبها اما نعرفش ننظفها مليح. شي ما فيها يا ماما. نقول كي تقول لي شوية جير اش معناتها؟ مغرفة؟ مغرفة تاع ماكلة بالكدا. بالكدا، نحطها بشوية ماء ملذلذ مش لا با دي تو، هكاكا تشللها وتحط عليها جير. ديريكتومون. ديريكتومون. وتعمل هكا تخلطها وتخليها وبعديك شي تنظفها. باش. قلت لك باش. بالسكينة باش. بس اكيد بنتك مسكينه ماني نعرف تنظفها بالكدا، هذه الطريقه الاولى وتشللها بالكدا وبعدك شي تحط لها شويه ملح وتخليها الملح هذا في زيت يبيضها وكل شيء كيما الصوبيا عرفتوا. والطريقه الثانيه شنو نعملوا؟ نغليوا الماء بالكدا بالكدا بالكدا. هي ديما وقت ناخذوها من عند الززار نغسلوها فهمت، باش تنحى منها كل الحكايات. ومن بعدك شي دخلوها في الماء المغلي، احسبوا 1 2 3 4 5 6 اجبد مع 6 ثواني فوالا وتنظفها كيف كيف تعاود حتى اللي تولي لك نظيفه. برشا مرات نعاود نغليها شويه حتى اللي تولي لك دخلها وخرجها. خرجها. انا اش عملت لكم؟ وانا ماني من نخمع شحومات والدنيا الكل، اش عملت؟ انا نغليها شويه ونوزعها لها الماء عليه في تحت الشحومات. فهمت. سي معناها أصح لي نحن الكل هذيك هي هيك غليتها لكم نظفتها رجلتها. دونك مغلية هي مغلية مغلية لمدة قديش وقتها ببخير؟ 20 مينوت حاجة هكا انت حاطها في المية ونسيها. باش نعاود معاك مرحلة بالمرحلة. المرحلة الأولى نشريوها ننظفوها بالماء ديجا نحيو الماكسيموم. ومن بعد عندك طريقتين باش تنظفها، سوا تحط عليها شوية جير ومن بعد تنظف بالسكينة، وإلا تهمي يغلي تغطسها تقرطش تعاود تغطس. نعطيكم زاد استوس اخرى، ريت في الماء المغلي تنجم تحطوا ان ساشي دو بيكربونات، شويه كربونات وفي وسط الماء اللي لف لف تك 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 هو كيلو شيء ما فيه. والمرحله اللي من بعدها اون فوا انضافت مليح نحط نغليها 20 دقيقه باش نحي الشحومات والدنيا كلها باش تطرى زاد كيف خاطر حتى سورتو صحيا فوالا. وهي مشتيه راهي الشمنكه، شو شكون يحب الشمنكه؟ الرجال والوليدات الصغار كل اللي يخرجوا كل اللي ما تعرفش المخميخ المخميخ يلا ومن بعد ربي اش عندنا اخر؟ هذا انا نعطيك المكونات نتاعها. عندنا هريسه سيكام هي عندنا طماطم سيكام بالثوم، عندنا دوبل كونسونتري اللي هو باستوريزي كونسونتري معناها تعرف باستوريزي من الماء سخون للماء بارد كيما قبل الانسيان. يا با دو كولوران، ما في حتى كولوراسيون. اوكي سي برودوي ناتوريل. اوكي باش نبداو الساعه قول لي نحطوا الزيت. انا اسمع راكم الشمنكه حطوها كلها على بعضها ما تقلقوش رويحكم. نار قويه تحبها ولا متوسطه؟ نار باهيه قد بعدك شنو نرقوها نخليهم نساوها ما تعرفني انا ما شفتش الكاع. نحط شويه زيت. دونك شويه زيت نجمه فوالا كله على كله على بعضه. البصل راهي تاكل برشا بصل الشمنكه نحطوا البصل. شنو نعملوا؟ نحطوا الكرشه تاعنا اللي هي منظفه من رجله تشوفوا صحيني هبل. اي بعديك شي سامحني باش نحل الطماطم ولا ريسه
تفضل. الدوبل كونسونتري. باش الوغ باش تخلط، وهذا عجبتني، باش تخلط معناتها طماطم الفريشكا وطماطم المعجونه. فوالا علاش الشمنكة قوتها ثوم. دونك الطماطم هذايا فيها الثوم. تاع سيكا فهمت؟ وانا باش ما نحطوش ثوم. باش نحط نحطوا اون بيل كويير خاطر راهي شمنكة تاكل. هذايا تتسمى عندي انا زوز مغارف. زوز مغارف. طماطم معجونة. سمي اللي تحبي. زوز مغارف طماطم معجونة. فوالا وش نحطوا؟ مغارفتين ثلاثة. حتى أكثر هذيك ميساج خاطر حية. حية فوالا صحيتك. نخلط؟ خلط اعمل اللي تحب معايا. أنت لهنا تعمل اللي تحب تبدل يعيشك. وشنو دللنا الكل انت الحقيقه بال صح حلو لي ما عندكم حتى فكره قداش مدلل هوني كل مره بالحكايه غير فهريسه مغرفه هريسه بعد الهريسه كل واحد وكيفاش الهريسه انت كيفاش تحب الفيح كله على بعضه كما نقول لكم كله على زي بعض فلفل الاكحل اي حاشاكم ربح قبل كنت نقول ملح قالوا لي ليه كل ربح عليه والله ما نعرف عليهم سي دو نيمبورت كوا ها عندك التابل باش يجيك هابل فوالا تابل عندك كركم اي فازي كركم تحب انت الكركم قلتها صحيحه المره هذه راهي يزي انا جي في دي بروغري شويه فلفل زينه حار وكل واحد وكيف كل واحد يحب راه فلفل زينه باش تجي معناها راهي هذيا واو سيت اون سوس مرقه مطخطخه كيما نقول لك نتختخا عندنا ديما نقول لكم الحمص نتاعكم تغسلوه وتنظفوه وتحلو تحطوه دون ساشي دو لوفور خميره علاش خميره تاع جاتو اي خميره فانواز هذيك فانواز هذيك نحطوا الحمص يعطيك الصحه واو 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 وتوا باش نحطوا شويه ثوم خاطر هي تحب الثوم فوالا نحطوا الثوم هكايا وخليوا شويه ثوم باش بعدك في الاخر كل وقت نطفيوها توا باش انا عندك شي كل شيء عندي كل شيء كهو كهو توا ما نحكي لكمش على الريحه اللي نشم فيها من هنا توا عليك توا باش نعطيها ماها وننساها انا نعطيها ماها وننساها الشمنكه قل لي قداش تقعد تسيب كوميم شو هي بالكوكوت لازم راهو هي بالكوكوت مينوت 45 مينوت 45 دقيقة 45 ساعة 45 دقيقة وبالنورمال هكاي كيما احنا ساعة ونص ساعة ونص صحيح صح اي فهمتني خليها معناها في ساعة ونص وقت تعبيها بالماء مليك وتنسيها تنسيها تمشي تعمل 100 حاجة وحاجة هذا عندنا احنا عندها 10 دقائق البرنامج بدا عنده 10 دقائق والشمنكة نتاعنا ديجا قاعدة تيبها وبيظهر لي باش تسكر عليها خليها توا باش ننسى شو قولها باي باي يا حبيبتي توا ما عادش نحكي معاها بنينة زنية مش ديما نعرفوا عندنا شكون في العائله يبدا مغروم بالكرشه يموت دونك فيم كيف ما نهكا يعمل الكيف أي. انا قبل من حكيت لكم قلت لكم خرج وقت يجي يجيب لي هديه اما كرشه حكايه هذوما اما عصبين ولا كرشه ولا دونك ما ريت هديتها هاو الهديات ولا لوح اي يعطيك الصحه يعيشك مفيده نخليك ريت هكا سهله ولا لا؟ قداش حطينا باش ركبناها سهله تحب الكرشه ولا ناكل كرشة. تاكل كرشه معناها اليوم شو عملت؟ لا ديجا عملت ريزرفاسيون نتاعو ريزرفيت من بكري قال لي تخطوخ تعلم تخطوخ قاعد نسمع في كلمات الفيروده دي كل تخطوخ وشمنكه والجو هذا كل جديد علي انا امين شو باش نعمل اليوم؟ اليوم باش نعملوا حاجه سهله بحكم يبعثوا لي على الماسنجر على الفيسبوك ولا على الانستغرام عملنا حاجه سهله سهل لنا شويه وكذا اخترنا حاجه اليوم ريسيت ما تستحقش ماتريال تستحق كان شويه بيسبس وتريسبس خاطر باش نخلطوا بالفوية فهمتني داكورد دونك اليوم عملنا جاتو مولو اباز دو ياغورت معناها هو الكيك نتاع الياغورت كيك الياغورت مي نحن باش نعملوه بستيل اخر في فورما اخرى باش نعملوا له فازات اخرين باش نردوه من كين باش نطلعوا له فوق شويه نطلعوا له شايف لا انا باش نقرب حدك خاطر وليت نعمل جاتو امين راه نتبع فيك الوغ اوكي نجيبوا وحده ياغورت ناتوريل توت سويت كابا برك ياغورت ديليس ناتور اي من غير سكر هذه سهله خاطر نحن باش نحطوا السكر لهنا حاجه سهله 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 ديجا تستحق كان فوي الحكايه الكل هذاك اللي نحب عليه حطينا باهي هذه كعبة الياغورت نحلوها ونحطوها دونك المكونات عندنا كعبة ياغورت باهي المكونات عندنا كعبة ياغورت عندنا 200 غرام سكر 200 غرام سكر نحطوا الياغورت
عندك انت جينيرالمون ديما مكونات تكنيك فوالا مكتوبين هوني دونك باش نعطيكم المكونات نتاع الغوسيت اللي هما كعبه ياغورت ناتور ديليس من غير سكر 200 غرام سكر 3 عظم 10 غرام سكر فلور دورانجي نتاع فانواز انا السكر اللي بالزهر اللي انا نموت عليه نتاع فانواز 150 غرام جولدينا ذايبه 240 غرام فرينة وردة نتاع جاتو 10 غرامات نتاع خميرة فانواز زادة بالطبيعة خميرة نتاع جاتو بعد في المونتاج باش نزيدوا لي زانغريدي الاخرين بعد في المونتاج باش نوريكم كيف باش نتحفنوا الكيك هذايا باش نزيدوا الماجون نتاع سيكام باش نزيدوا الشوكولاتة نتاع فانواز الكريم اتارتيني نتاع فانواز زيز دو سيترون كريم فريش اما ذاك نخليه لكم من بعد بعد الفاصل دونك نصبوا السكر مش نخلطوا هذوما مع بعضهم الياغورت والسكر ما تستحقش ماكينه الفيسيت هذه هي اليسر جيست نعملوا على ذراعنا شويه هذه هي كانت الحاجات اللي انا قلت لنا خلينا نحطوها تذوب سامحني تفضل 150 قلت لنا توت سويت شيف الجولدينا بالمغرفه اسهل اوكي باه عندنا ثلاثه عظمات تو سويت دونك هو فريمون الكيك اذا ذكرنا في الغوسيت نتاع الكيك تاع ياغورتك الاول غوسيت نعملوها واحنا صغار هي الكيك نتاع ياغورت مش تسمى 3 كار ولا شويه والله برشا سامي في الدومين نتاعنا نحن كل واحد يجم يبدل شويه بسيت ويسمي اللي يحب عليه هو دونك نصبوا بالعظمه بالعظمه ونخلط ماذا بينا لهنا تو مش نخدموها مليح باش يدخل اون بليس السكر يذوب شويه صب لي قربت لك باش نتعلم راه باش نتعلم نتعلم بالحق من اسهل لي ريسيت نتاع الكيك هذوما معناها ماهي صعيبه ياسر ما تستحقش ميثود صبي ميثود سهل على الاخر ما تستحقش معناها ماتريال وما تستحقش ياسر تعب انا الماتريال بروفيسيونيل ما عنديش في الدار دونك بالهذيا سافا ليه وتشوف اللي الياغورت راهو باش يزيدك باش يعطيك يطريها على الاخر يطريها على الاخر اون بلوس يعطي الجو نتاع فما جو نتاع الياغورت يعني الكيك ما يكونش الكيك اللي نعرفوه نحن عطى الاسبي نتاع الياغورتك الجو البنينه تلقاها موجوده هو في الكيك حتى في المالح مليك في الحميد تحط الياغورت يقرا الدجاج هو نذكرك المره اللي فاتت الدجاج اي وقت اللي غلفناه بالياغورت ناتيوري الى اي بوكو دو سكسي هذاك مع الهروس نتاع وقت بنينا على الاخر انا تو ما عادش نعمل دجاج قبل ما نحط له ماريناد بالياغورت الوغ مره نحط حاجات حاره شويه فلفل احمر مره فريكا ومره ساعات نحط بلوتو حاجات هاو قارص هاو زعتر سورتو ولدك الاصغر بيني انا فريمون الياغورت الدجاج اللي مرقد في الياغورت ديليس ناتشورال مطعم اخر ويطرى يطرى يطرى ويبنى عندك لي ريسيت اللي ديما فيهم الياغورت ولا الكريم فريش ديما تلقاهم مولو اكثر من اي سي فري والياغورت صحي اكثر بيان سور بالطبيعه من الكريم فريش هذا نزيدوه شويه زيست اي معناها نذكركم بيان سور بالزيست نتاع القارص هي البارتي القشره البرانيه نتاع القارص ما نوصلوش للبارتي البيضاء تعلمتها انا حتى نسيسها باغ اكزومبل القشره نتاع البطاطا تنحيو القشره البرانيه نتاع القارص وتنحيو زاد البارتي البيضه بالسكينه وتاخذوا كان البارتي الصفراء هي اللي تقصها وعلاش حطيناه مع الزبده مع الجولدينا سخونه باش يعمل انفوزيون ويسيب الجو اكثر هي معلمه في الباتيسري هو كله مربوط ببعضه مش نحل باتيسري بحذاك مرحبا بك مرحبا ما نعمل كان الكيك اي الكيك مش مشكله مثال يوسف يبقى ما يخافش هكاك من المنافسه الاقسام موزعه من عند ربي اه وي
ما تلقاش واحد مثلا في الدومين نتاعنا ما تلقاش واحد خير من واحد في حاجه تقول سبحان الله ربي موزع الارزاق هذاك يخدم في حاجه اكثر من هذاك معناها لا والله يقول لك والله نذكر باللي باتيسري وين نجمو توا نلقاو لي باتيسري نتاعك توا موجودين نحن في دار شعبان نابل موجودين في المنطقه الصناعيه طريق قربه معروف في البلاصه ولا موجودين في طريق ليدو الكينغ بولونجري باتيسري هذيك الام وهذيك في نابل تقول ولدي معناها ما نجمش نسيبها بالحق وتوا عندنا في تونس لي كوبان دابور ان اكزيكوتيف شيف هذيك ومعناها ريسبونسابل هذه في مرسى سيدي داود معناها جايه بين سيدي داود ودو سيتي دي با داكورد لي كوبان دابور لي كوبان دابور كي نجيو في نابل نعملو في تونس هذاك شنو كنت قاعدة في مخي انا بيه باش نزيد الفارينة دونك لازمني 240 غرام فارينة وردة نتاع جاتو توت سويت شيف نسينا المهم السكر فلور دورانجي اللي بالزهر سافانواز ياسر يعطي الجو في القهوة العربي وديجا نحن في القهوة العربي لهنا بقول لك نعم كي استيح بالزهر ساعات ونحطوا شوية هذاك لهنا ربط لي جو توسكي دي معناها قواس معناها عندنا الزيست وعندنا عندنا الفلور دورانجي عندنا السيترون وعندنا المعجون سيكام السفرجل بعد اصفرج اللي هو سيكام بالحق عندها دي برودوي 100% ناتوريل دي فروي بالحق انا نحب لابريكو فروي ناتوريل نحب لابريكو زيد عندهم برشا نوع عندهم الصفرج عندهم الفريز عندهم الكرموس واللابريكو موجود زيد فوالا سهله هذا الكارت الجاتو نتاعك سهله نزيدوا الخميره لهنا قالك باش يعمل مره هذه باش يعمل جاتو سامبل اما من بعد باش يزيدوا من بعد باش يصعبوا اون فيت من بعد باش يزيدوا فزيدوا اقعدوا معانا خاطر تو سكو تو في بروفيسيونيل هذاك علاش يضر صعيب شويه فوالا وتحرك هكاك هذاش هايتو لا بارتي سيش ولا شنو باش هايتو لهو اي تو سكو الشيء الاخراني يتحط في الاخر بالكل نصب واحدة واحدة ونخلطوا معناها ما نصبوهاش ضربة حرك خمسة نطلع طنجرتي شوفك الشمنكة شمنكة باز راهي عندها ريجيون معينة الشمنكة هذه نتصور من بلاد معينة أنا تعلمت على مماتي وأمي وحماتي معناها ماكلة تونسية تونسية إي الله الله نزيدوها شويه دونك الريسيت هذه ما تستحقش العظم باش يطلع على كيما نقولوا باش كل شيء خلطوه باليد اون فان كونت بعد باش نحطوه في المول نجم هذه نصبوها في كيك مدور ولا نصبوها في كيك مستطول انا عملت كيك انديفيديوال نتاع كات بيرسون ديما نخدم في هذوك الفور قداش سخون الفور 175 مش تقعد 45 دقيقة 45 دقيقة دونك جوست باش نحطوها في المول نوزنوا المول هذه نتاع 500 غرام ماكس هذايا عاد هذوما الحاجات اللي عمري ما نعملهم راه في الدار حط الميزان تخاف تفيد لك تخاف لا تفيد لك دونك اذا كان ما عندكش بالطبيعة لازمك ميزان انت باش توزن لي زانغريدي الاخرين اما عمرها ما تجيني المخي باش نوزن المول اللي نخدم فيه كي تبدا مول كبيره تنجم توصل ل 800 غرام 800 غرام مي مول هكايا صغيره اصغر 450 500 ماكس باش تبدا واخذ الفورمه من الجناب ما تفيضناش هكا ما تطلعش اون بليس ترشق في الوسط الترشيقه في الوسط هذيك لازمها قص معناها ضربه بالسكينه ومغطسه شويه في الزيت ولا في الجولدين دونك 450 غرام اي ومن بعد ضربه بالسكينه ضربه بالسكينه نغطسوها في الجولدين ولا في الزيت ومن بعد باش تفصل بعد الفور باش ندخلوا الفور ماذا بين الفور ديما سخون مش نرميه بعد الفور بارد هذيك حاجه معروفه فهمتني 45 دقيقة على 175 45 دقيقة على 175 مفيدة أمك حورية حورية أمك مفيدة أمك مفيدة احكي لي مكونات لأمك حورية وقلت لي راه عندي الحاجات نتاعي كالعادة أي بابا مش كيف ما مش كيما الناس أمك حورية أنا ما نرحيهاش نقصها قصة حتى أنا اوكي بزاف مش فيها كي لهيسة فلفل كحل التيبل فهمت هذيك هي مكحورية راهي شويه كبار شويه دي طيبنا السفناريه بالطبيعه سهله مانيش نوريكم كيفاش طيبوا السفناريه السفناريه طيبوها في شويه ماء كثيره ملح شويه ملح يعطيك الصحه هكا دونك تو امك حوريه حبيبتي شنو ناقصك قل لي انا والله يا مليك ماذا بيا على مقله اي تحب تقلي شنو اللي تحب تقلي؟ ترى امك حوريه نحبنا نعطيها ضربه قليه. نعطيك مثال شحال؟ اي سمسي في لارجومون. اي هاني معاك. قطيره زيت زيتونه مالك. اي
هكا السفناريه طيبناها شويه ماء مالح. هذوما من الفازات نتاعك نتاع القريه. انا نقول التطيب ماهوش حاجه يلزمك في الباتيسري الله يبارك شوي داكور خاطر الجرامات اما في التطيب نتاعي انا كيفاش انت كيف يحب يتفنن فوالا هكا هذاك هو عزيزتي عندك الحق فهمتني نقصوها دي غوندي فما اللي يعملها ملحيه اي بنينه زاده اما انا قلت لي نحبها هكايا مع الشمنكه وهي ما صوص والامك حوريه مرحيه يسرع ليا خبز وكل شيء توا عزيزي باش نحطوا شويه ثوم اي اما نقصوا على النار بالكدا فوالا ما تخافش ما تخافش هاني انا ما خافش ما خاف انت معايا ما خافش لا 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 هكا تعرف علاش على خاطر الكسرونه ها ها ما تخافش ها قلت باش تبرد اوبلا فوالا باش نقليها شوية باهي نحب السفناريا مقلية عرفت حتى الثوم زاد كيف كيف باش يتقلى شوية يزيد واو واو الريحة خرجت تشره فريمون تشره الريحة مو أنا تعرفني تصل والثوم يغيب على طعام لقيتها مازي ما خليهاش برشا تتقلى لقيتها للثوم وصوحوها واو 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 باش نحطوا مليك شوية شي شهريسه شويه فوالا اي فوالا باش نحطوا شويه تابل كيما قالت مليك خلي يجي كابل هي راهي تاكل التابله اي وشويه ملح ياسر عجبتني الفازه هي حلوه بنينه بنينه التقليه هكا هي بنينه بنينه فهمتني هما عباد راهم ما يقليوش بالكل لا لا يحطوها هكاك هنايا هكايا يدخل فيها الثوم بالكدا والثوم يعطيك الفاح للزيت فوالا فيها حكمة الحكاية وحتى من اللفاحات وما بيدهم كيشموا زيدا شوية النار يزيدوا يعطيوا مليك عزيزتي ادفي عليها كا سيء دونك شحطيت شحطيت لها كما قال لك شحطيت لها حطيت لها هريستي كا تابل فلفل أكحل ملح ثوم وبس ويوفى الحب ويوفى لا يقعد الحب أي. من بيناتنا مش يقعد نخليو سلطة أمك حورية قاعدة تيب الشمنكة الشمنكة ريحتها ذقتها ايش نقول لك بالحق والله ذقتها حاجة روعة عاري 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 استنى استنى نبعثوا كيفوا بعثوا نتفاهموا شكون باش يذوق الشمنكة الجاتو بتاع أمين قاعد يتيب احنا نتلاقاو بعد فاصل صغير أتوت مازلت بحضينا في الكوجينة وباش ندلوكم بأون غوسيت أون بلوس مع فانواز الفوندان متاع الشوكولاتة علاش خاطر جربتو خاطرو بنين ياسر ثلاثة مكونات تستحقو دونك الشكارة متاع فانواز 80 مليلتر من الحليب ديليس بالطبيعة ثلاثة كعبات عظم كنجيب لي ثلاثة كعبات عظم بكغون بليزيغ و 100 غرام جولدينة باش خلط كل شيء مع بعضه ومن بعد باش نحطو في الفور 180 درجة لمدة 20 دقيقة دونك ما فماش ما أسهل منه كل شيء فرد وقت أوب الساشي مدلة مدلة على اليمين وعلى اليسار الساشي هذايا الساشي هذايا شنو فيه فينالمون فيه الكاكاو فيه الفارينه فيه الخميره فيه السكر فيه كل شيء معناها ما فيش مواد ميكس نحبهم الفازات اللي فيهم كل شيء ما نعملش شيء وسورتو ما فيش مواد باغ اكزومبل محافظه ولا كولوران ولا حاجه معناها كل شيء طبيعي جوست هما عملوا شكاره فيه الدوزاج قد قد تاع الفارينه والكاكاو ومتاع الخميره والسكر باش هكاك ما تبقى كان كما قال قبيلك امين المواد المبلوله اون فيت اللي هما ما نجموش نحطوهم في الشكاره بالطبيعه دونك العظم كيما السيكا سيكا بكيكا وي سي ناتوريل ما فيهاش حاجه يا با كولوران يا ريان دي تو راه فوالا ثلاثة كعبات عظم اوب الحليب 80 مليلتر من الحليب ديليس بيان سور والجولدينا 100 غرام دونك هذايا اغزروا لي كيفاش معناها في اقل من درج هذيك الغوسات نتاع اقل من درج هذوما الشهوات عرفت كي عبدي يقول لك في الليل نحب حاجه حلوه في الدار انا ديما ولدي سورتو ولدي عنده
ماما جعت نحب حاجه حلوه في الليل بدالي من الصغر هاي دونك هذايا في اقل من درج ولا اون بليس تنجم تخدمها البريباراسيون وتصبها في دي مول وتحطها في الكونجيلاسيون وقت اللي حاجتك تخرج الطيب اكزاكتومون وقت اللي تتحيه في الليل تحطها في الميكرووند ولا في الفور معناها الفوندون معروفه ديجا انا عندك الهادي في الليل يهبلني بالحلو شيت حاجه حلوه اي شيت ماما يجيك هاو كريب هاو دو شنو هاو فوندون اسمعني ويجيك بالوقت اللي انت عييت سي وقلت الحمد لله هو وحده انا مازال صغير انا يجيني كي نبدا سي انا نقول نحط سقايه ونقول سي كملت هو يقول نحب على حاجه حلوه دونك فوالا توا ها شيء ما فيها هيك حط شيء كله على كله قديش مالك تقعد تباع الخليط هذا دقيقة أنا بشوية بشوية كل مرة نقوي بشوية اسمع اسمع ما عمرك ما ريتنيش ليه ليه يزي 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 حشمتنا أوب ومن بعد المولة ذي نعملو له شوية جولدينة كيف كيف شوية فارينة باش ما يلصقش ومن بعد نصبوه الفور سخون وهذه حاجة نأكد عليها برشا عمرنا ما نخدمو على فور بارد ديما الفور نتاعنا سخون وباش ندخلو لمده 20 دقيقه دونك سخون هو في 180 درجه باش ندخلو لمده 20 دقيقه بيان سور نثبتو السكينه نتاعنا كي تخرج الشيحه سي كو سي بون دو توت مانيير كان نسيتو اي حاجه كل شيء مكتوب على الباكو وجربوها الحكايه هذه وتشوفوا ما بينها بعد تزيدوا البنان نزيدوا الشوكولاته الذايبه من الفوق البوفريوا اللي تحبوا نتوما ولا جوست هكا ناتور شويه كريم شانتيه طالعه حاجه روعه حطوا في الفور انتر طون اش منك سي حطيت لها زوز قرون فلفل زوز قرون فلفل واش باش نعمل باش نحط الثوم تاعي ما تعرفني نحط الثوم دونك الثوم اون فوا حطينا الثوم نسكروا عليه فوالا صحيت ملا نخليك تعمل الدريساج نتاعك فوالا نزين لوسحنا نتاعك انتر طون نجيب حداك مين مرحبا بيك مالك احكي لي به كعبت الكيك موالو ياغورت نتاعنا طابت جست بردتها شوي بعد ما بردت عادي بردتها شوي في الفريجدير خاطر بعد كي باش نقص باش نعمل الكارنيتور لازم تكون قصه نظيفه دونك ناخذ سكينه نتاع سكينه منشار تاع خبز نجم نقصو هكا بالطول ولا نجم نقصو هكا نتخيل نقصها هكا تشوف كل شيء معناها باش نقصوها في ستيل دي جينواز معناها هذه هي الطابة الأولى نقسمها على ثلاثة فوالا نذكر لهنا أنا عملت الأورانج زدناه الكيك نتاعنا زدناه القرص دونك اخترت المعجون سيكام نتاع سفرجل 100% ناتوريل هذا دي فروي ناتور هوب تفضل سيدي ميرسي ديجا عاقد هونو كيفاش من كيك عادي نعملو حاجه بنينه ولا بنت الكل عندها معجون في الدار دونك سهله العمليه نحطو شويه شويه باش نطلقو بالسباتول تاعنا توا هاي بيان الريسيت هذه ذكرتني بالجاتو ديليسك اللي بالمعجون من داخل شوكولاتة مش تاو الشوكولاتة من بعد اي باه في الفينيسيون من فوق هاني نتبع فيك شوية لهنا ونسكره من فوق لهنا عملنا الانتريور تو مش نعملوا الاكستيريور مش نزينوا الاكستيريور يلا دونك خذينا كريم فريش ديليس هي نون سكري طلعناها بشويه سكر دبوسه هذيك نتاع 250 فهمتني 250 ملل زدناها 50 غرام سكر جلاس وطلعنا سكر محول سكر محول
اوكي دونك باش نغلفوها الكل هذا الكيك نتاعنا شويه شويه هكا نمسكيوها كما نقولوا نحن الفسيت هذه تو جاي اونتر الكيك والجاتو معنا كيف رمبوريناها كي وغلفناها بالكريم فيه ولا ستيل جاتو يقول القائل واش نغلفها فاش يعمل هذه تو بعد خاطر انا مش نعمل لها فينيسيون بالشوكولا من الفوق شوكولا رابي هاي مش نزيدوها التوش بالدوي سانتونوري دوي جويد هكا تو نشوفوا مع بعض تبعوا معنا مازال شيء نجمو كان نحبوا الكيك اكثر يولي مبلول نجمو نعملوا سيرو طيبوا له سيرو ونبلوها نبيبيوها شويه بالسيرو دونك ناخذ باش ننظف الراسيه تاع اللوطه باش من بعد كي باش نحط الشوكولاته ما تلصقليش خذينا الشوكولا نتاعنا بردناها وبعد نعملوا لها نربيوها بالرابي باش تولينا مورقه هكا ولا تو سامبلومون انا بالقشره نتاع البطاطا الرابي قشره نتاع البطاطا لا نتاع الجبن ولا اللي هو لازم جوج الشوكولاته تبدا بارده وكا هاو العبيد اللي ترى اللي احنا قاعدين نستعملوا في برشا شوكولاته هذاك الكل راهو نعاودوا نستعملوه اما يتخبى يجم يذوب تستعملوا في رسالة اخرى اي حاجه اوكي بيان ناخذوا صحن اخر باش مش ننقلوا فيه بسم الله نقص شويه ايش ايش نعاونك سن سنان فوالا لهنا يعطيك الصحة هذه هي الشوكولاتة نتاعنا جوست تقعد لنا تو الفينيسيون من الفوق هات عليك هوب هاتو نعملك تنظيفة على البلان ترافاي نتاعك اونتخ تون تخرج البوش نتاعك باش تعمل لنا الفينيسيون الفينيسيون من الفوق هنا عندنا فانواز الشوكولاتة تارتيني نتاع فانواز اي هي مولو تمشي معانا بالبوش سينو كي تبدا الدنيا بارده جوست تسخينه خفيفه في الميكرونت خفيفه على الاخر جوست لهنا نحيروا شويه البارتي هذه باش مش تشد لنا الشوكولاته خاطر فوق الشوكولاته المهروشه هذيك مش تشد فهمتك ستار خمم مع الكيك نتاعي نتاع الصباح الراكي في مسكين عريان يظهر لي ولا نقول والله واحد ينجم حتى في الدار يبدا عنده كيك فعوض ما ياخذوا هكاك يزيد له هكاك يزيدوا لي تو شيء ديجا فما جامنيتي من داخل معناها زدنا رابيل نتاع جو اخرى اون بليس غلفناها ولات ستيل جاتو مغلف تخي بيان تقريبا للفو انوار تو بريسك ولات فهمتني تو باش نجيو نعملوا التوش نتاعنا باش نخليو الجو نتاع الكريمو من الفوق وكل لمعه المزيانه لا بالحق شوكولا نتاع التارتيني نتاع فانواز بالحق احنا نتبعوا برشا الاسامي الكبار مي بالحق التارتيني نتاع فانواز ياسر هي لو بنينه اون بليس شنو ناقصك؟ جوست الرابيل نتاع الفوق نتاع القارص غريبة نجمو نعملو انا جيبك جيبهم معاك سمعتك وانا نسرب باش نجي نتعلق واو 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 طيق هوب الصحن نتاعنا نتاع الشمنكه مالك حبيت نقول لك الشمنكه فما ناس يحط عليها قطيره خل اي
انا ما نحبهاش بالخل، اما اللي يحب يحط غير في الخل. مغرومه بها انا في اللبلبي في الحكايه. انتوا ما نعرفوا الخل في كل بلاصه. شويه خل. فوالا هنا عملنا رابيل نتاع السيترون، عملنا سيترون كونفي. نعاود نذكر سيترون كونفي كيفاش يتعمل. هذا ناخذوا قشره الكعبه القارس نغليوها ثلاث مرات في الماء، نغليوها المره الاولى ونصفيه، الثانيه ونصفيه، الثالثه ونصفيه باش نحيوا الماء. من بعد ناخذوا قد الماء قد السكر ونحطوها تغلي يلسفي 10 دقائق معناها على 102 بالترمومتر على 102. ونبيتوها في السيرو. تولي تتاكل القشره وحدها. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. ما شابها. شيف امين ميرسي. مفيدة على الماكلة البنينة. المقحورية شامتلها ما قليناها ولا ليه؟ حطيت لها شوية خبز سوا مقطعين. كيفاش تو نعجن دورها؟ إيش نقول؟ حطينا شوية كبار، شوية زيتون أخضر، شوية زيتون أكحل، كعيب عظم، شوية ليمون. يعطيكم الصحة. ورشة معدنوس. ميرسي بوكو. يعيشك. الكيك نتاعي قاعد يطيب. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة ليكم أنتم اللي تتفرجوا علينا على قناة نسمة. نفرحوا برشا راهو كي تتفاعلوا معنا على لي ريزو سوسيو. على الفيسبوك على الباج نتاع الكوجينه وتعطيونا رايكم وتجربوا لي روسيت تعطيونا التصاور نتاعكم. ميرسي باي باي.